بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم درسنا على السبرولينا تحت إشراف أستاذ مالك مليباري. تعد طحالب السبرولينا نوع من الطحالب الخضراء المزرقة، والتي تعرف أيضا باسم البكتيريا الزرقاء، وهي كائنات دقيقة تعيش في المياه العذبة، وأخذت لونها الأخضر المزرق من الصبغة الخضراء لمادة الكلوروفيل، والصبغة الزرقاء الناتجة من البروتين الذي يعرف باسم فيكوسين. تستخدم طحالب السبرولينا كمكمل غذائي نظرا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية، ومن أكثر أنواع الطحالب شيوعا هما سبرولينا ماكسيما وسبرولينا بلاستين. أماكن تواجدها: تعيش طحالب السبرولينا في بيئات المياه العذبة مثل البحيرات والأنهار والبرك، وتنمو جيدا في البيئات التي توفر درجة الحرارة معتدلة ونسبة عالية جدا من أشعة الشمس، كما تنمو في البحيرات المالحة والمحيطات ذات المناخات شبه الاستوائية، وزرعت العديد من الحضارات حول العالم طحالب السبرولينا للاستفادة من عناصرها الغذائية. وقد حصدت حضارة الأزتيك الطحالب المزروعة في بحيرة تيسكوك في المكسيك، كما لا يزال سكان غرب وسط افريقيا يحصدونها من بحيرة تشاد. تمتلك طحالب السبرولينا العديد من الفوائد الصحية، والتي يمكن الحصول عليها من خلال اضافتها الى مكونات النظام الغذائي، ومن هذه الفوائد ما يأتي: التحسين من صحة القناة الهضمية، انقاص الوزن، احتمالية خفض مستويات الضغط في الدم، احتمالية خفض نسبة الكوليسترول، احتمالية وجود خصائص مضاد للسرطان، احتمالية السيطرة على مستويات السكر في الدم. تمتلك طحالب السبرولينا آثارا جانبيا تؤثر على الصحة، وهي كما يأتي: تفاقم اضطرابات المناعة الذاتية، التعرض لخطر السمان المعادن الثقيلة، التعرض لإصابة بالوذمة وتقلبات الوزن، الإصابة بالغثيان وعصر الهضم، الإصابة ببدء العصبون الحركي.